لا شك أن ما يشهده العالم من تطورات وأحداث متلاحقة على كل المستويات يترك بصماته القوية على اقتصادات الدول المختلفة. لذا فإن تماسك اقتصاد أي دولة لابد أن يرتكز على محددات قوية وينطلق من رؤية واضحة للتطوير والتحديث في كافة المجالات بما يتوافق مع متطلبات العصر، خاصة ما يرتبط بالتكنولوجيا الحديثة. من هذا المنطلق ودعما لجهود الدولة المستمرة في مختلف المجالات خاصة الجوانب الاقتصادية، جاءت فكرة مؤسسة الأهرام في إقامة المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية الذي يعقد تحت عنوان التأسيس للجمهورية الجديدة، رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع النقدي. هذا المؤتمر هو المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة الأهرام. يعني ايه المؤتمر السنوي الخامس؟ عندنا دلوقتي كم مؤتمرات سنوية مهمة قطاعية في كافة المجالات الحيوية. طبعا احنا عندنا الحقيقة في الأهرام أكثر من 20 مؤتمر سنوي ومعرض. بس احنا الحقيقة ركزنا على فكرة ايه هي القطاعات المهمة اللي احنا نقدر نعمل فيها مؤتمرات سنوية. مش اوكراني والله، ده حاجه كلها ونقدر نعمل فيها اضافه نوعيه لجهود الدوله في هذه المجالات. عندنا مؤتمر الطاقه، وده مؤتمر سنوي النسخه الخامسه عملناها، وعندنا مؤتمر الدول النسخه الرابعه عملناها، وعندنا مؤتمر الزراعه النسخه الثالثه عملناها، والان ده اول مؤتمر للتكنولوجيا الماليه اللي ان شاء الله يبقى مؤتمر سنوي هام بمشاركة حضراتكم جميعاً.